مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه التفاعليه نشوف تيفي. اصبحت الملكه البريطانيه اليزابيث الثانيه كتحتل المرتبه الثانيه في قائمه اطول الملوك حكما في التاريخ بعد لويس الرابع عشر. وحسب تقرير نشرته قناه بي بي سي، فقد تفوقت الملكه اليزابيث على ملك تايلاند بويمبول اولدياج اللي توفى عام 2016 من بعد ما عادت فتره الحكم ديالو 70 عام و126 يوم. وتعود المرتبة الأولى في القائمة إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر اللي حكم لمدة 72 عام و110 أيام، يعني بدأ الحكم من 1643 إلى عام 1715. وإذا كانت الملكة يعني لا تزال حاكمة في ماي 2022 فغادي تحصل على لقب أطول ملكة في دولة ذات سيادة. وتبوأت الملكة الحكم في سن 25 سنة بعد وفاة والدها في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير 1952، وبذلك أصبحت الأطول حكما في تاريخ بريطانيا عندما تجاوزت فترة حكم جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا. وبسبب مشاكل في الحركة أخذت الملكة إليزابيث على عاتقها مهام رسمية أقل مؤخرا. بهذا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.